أما عن سعر توريد طن قصب السكر للحكومة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع سعره من 700 ل 720 جنيه استجابة لمطالب مزارعي قصب السكر الخاصة برفع سعر توريد محصولهم من جانب الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية. كنا قلنا شوفوا موضوع توريد القصب السنة دي. أي فن. وكنا قلنا ما تفكروا إن إحنا نزود شوية الرقم، يعني انتوا كنتوا محددين 700 مش كده؟ كان عارف ان الحكومه كانت حاطه 700 يا فندم. طب ايه اللي ممكن يعني بصراحه كده؟ احنا موجودين عندهم عايزين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين يعني. لحضرتك تؤمر فيه بقى. دكتور طبعا يا فندم. الدكتور عمرو فين؟ فين هو الدكتور عمرو؟ موافق ولا لا؟ موافق على كام؟ يا زمان عايز 720 كويس. ماشي. شكرا يا فندم.